فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذا القول من الغيبة، وهو أن يقول الشخص لا أحب قراءة فلان أو لا يستطيع فلان أن يقرأ القرآن جيدا، هل هذا من الغيبة؟ تنقص، نعم هذا تنقص للشخص، هو قرأ بجهده واستطاعته أتى بما يستطيع وما يقدر عليه، فلا تتنقصه بسبب ذلك. نعم.